وسارت قافلة الحسين وسار الحر معه، ولكن كان قد ضايق تلك القافلة حتى اصطكت الهواجج ببعضها، وساروا سيرا لكن الحزن خيم على النساء، من شأن النساء الرقة، خيم الحزن على عائلة الحسين، لأن الجنود من خلفهم ومن جوانبهم، فهم نعم كالصيد في يد من اصطاده. هذا الحزن دخل إلى نفوس الهاشميات. زاد الأمر أن الحسين هومت عيناه في الطريق فاسترجع. قال علي الأكبر: أبا استرجعت؟ الاسترجاع حسن على كل حال، ما الأمر؟ قال له: سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير خلفهم. قال: أبا، أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ بينما السبط بأهله مجدان في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعوه ويشير: إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه: يا قوم، ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلا. يا قال: كرب وبلا. أيوا حسينا، أيوا سيدا. قيل: هذه كربلا. قال: كرب وبلايا. خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر. فأطلتهم جنود كالجراد المنتشر، مع شمر وابن سعد كل كذاب أشير. فاصطل الجمعان نار الحرب في يوم عسير، واستدارت في رحى الهيجاء أنصار الحسين. وصبط الرسول بكربلة حير نجيبه، نادى شسمها القاع يا اليوث الحري. قالوا: يا ابو السجاد، اسمها الغاضريات، ولها اسم عند الخلايق شط الفرايات. معنا نووي العقر يا سيد السادات. قالهم: قلب من الوجيد يسعر له، بالله ايش اسمها غير هادية صنادي. قالوا: اطفوف كربلاء يا ابني الأماجي. قالهم: دنزلوا غير هذه الأرض ماري. قولوا لزينب تستعد لها المصيب، إن كان هذه كربلاء بيشرب بلايا. نزلوا ترى لاحت على مات المنى، لازم بجانب هالأرض نبقى ضح.
واجسادنا تبقى على الغاب سليبة، كم شاب ما يهنى بشباب يظل معفو، كل بثراها الظل عرايا أولى النقبو، هذه مصارعنا وعدنا يوم طير المنون اسمع على راسي نعي لثار برعيد صاحبي الصلايات عما قلل بيك خلى يا خو يا وي يرفع الراس، انا لافعل فعل للحشر بيتتحدث الله، وانا على اسمي خوك جد من الكتيبة. اخ قال ابو السجاد انا ما نحت لجيل ذبحات ذبحايا ترجالي حزني يا ابو فاضل لجل ضيعت ضيعت عيالي، وش حال زينب لو بقت من غير نزلوا بحومة كربلا فتطلبت منهم عوائدها الطيور الحوم، وتباشر الوحش المثار أمامهم أن سوف يكثر شربه والمطعم. يا الله وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك، امن عيد الظلمة أن تصل إلينا، فك أسرانا يا الله، ارحم موتانا، أيد علماءنا، اشف مرضانا، لا سيما المنظورين، ألبسهم لباس الصحة والعافية بمحمد وعترته الزاكية صلواتك عليهم أجمعين. جماعتي الحاضرين، اللهم احفظهم فردا فردا في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم إلى أرواح موتاكم ومن مات على الإيمان، للجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة تسبقها الصلوات.